مولاي 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 صافا ماك تشوف ولا وشنو مزيان اللي لقيتك مولاي كنت نحوس عليك واش تحوس مولاي اخي صافا راك مليح صافا انت صافا انت وش بيك اليوم ماكش لا تخفي بعضك وقت خطيت كشواد ولا ضربك جن ولا اش بيك مولاي واش راك تحس في روحك يا اخي راك مليح ما بك حتى حاجه ولا مولاي بعد الشر عليك قول لي مولاي يعني هنا قول لي واش وجع فيك كان بيا والو كي دخلت الدار مالكش ما بيا ولا كنت لاباس عليا انا هاك فيدي في حيلي الدم قيس لي لاطونسيون ما نتاع بالك ولي الطبيب تاعو ما على بالك ماشي مولاي كي شتك شاد كتاب خوفتني على بالك باش نضربك باش لين اللي يقرا يخوف علاه انا يقرا في الكتاب كنت لاباس عليا انا كنت لاباس عليا دخلت انت ديروجيني علاه انا راح دوك هذيك الجاردان نقرا واروح زيد ديروجيني هيا روح ما نقراوش دوك هنا في القصر هذا حول ولا قوة إلا بالله غير اللي مضروب الخور شك تهدر منهم خاطش انت من داك وطرتك بومبا يا مولاتي شفت بعيني هذه اللي تاكلهم الدود ان شاء الله يا ربي يا مولاتي دقيقه مولاتي وشنو بومبا واحد سلاح يطرطق يدي بزاف معاه ناس بصح ما كاش في العصر اللي رانا عايشين فيه وكيما كاش في العصر اللي رانا عايشين فيه انت وين تعرفيها مولاتي لا راني تخيل برك خلينا واش شفت على مولاي يا مولاتي كيما قلت لك شفت مولاي السلطان شاد كتاب في يده مولاي السلطان شهريال شاد كتاب في يده ايه يا مولاتي مولاي السلطان شهريال شاد كتاب في يده وقيل كان يشوف تصاور انا عند بالي كيما انت هكذا درت في بالي مي كي سقسيتو قال لي راني نقرا يقرا مولاي السلطان شهريال يقرا ايه يا مولاتي مولاي السلطان شهريال كان يقرا ها واه منهم فراك خالعني يا اما ما انا راه خالعني مولاي شاشا مولاي عودك جراي شكون فيهم لك حال ولا الابيض او جازوا الحاله واخا مقبلات مولاي ما تقوليش هذا كتاب اللي في يدي هذا بسينا كتاب واش راكي تشوفي فيه هديه هما لا ملهوف ما يكذبش خلاص وصلتها سخونه اما انا راه شحال نقولها هي تخلصك مولاي خفت عليك فرحني وقول لي كنت تشوف التصاور كنت نقرا راك مليح شويه صافي شويه صافي صح علي جيعان خلاص ما يكون الله خاطرك دوك نروح نطيب لك هاي الهدره وانتم لازقيني في العواد ما تطوليش عليا ما نطولش مولاي ملهوف اقعد معاها ما تخليهش وحده مولاتي انا خايف ما تخافش ما يعديش واش بعد كي قلت لها واش في هذاك الكتاب عقلي كاع راه في المملكه كيفاش حنطيب اليوم امين وما فاقليش امين على سلامتك شهرزاد ما فقتليش كي جيتي كيفاش دخلتي اليوم دخلت بالعقل يا تدخل عيني يا تدخلي بالعقل ما نسمعلك وحده من الزوج واش راك طيب امين شهرزاد الحمد لله كيفاش واش بغيتي تبان لي كي مدهوشه لا قلبي راهو مع السلطان لقيتو يقرا في كتاب ايه مليح هاك يقرا في كتاب مليح واحد يبوكيني يتقف روحه مليح ايه بصح ماشي من عوايدو يقرا الكتاب انا نعرفو يا درا واش فيه زعما واش هو يقرا نقولك حاجه انت طيب لي بعد انا كي نفيق واش فيه الكتاب نقولك هاي خلاص هاي صح هاي امين واش مطلب ليك موجد لي هاي الزرقاء واش نطيبو اليوم؟ في يسرقو في كومبانيون تاعو الروز. انا لقيتك راح طيب يعني انت قول لي كامل واش راح دير. صح نديرو الفيلي. اها. روج دو باف هذا تاع الحم. اها. نسحقو بابريكا. اها. فلفل كحل. الملح. شويه تاع طوماطيش. نسحقو البصل. اها. نسحقو الشومبينيون. صح. نسحقو لاكريم فراش. والرندو زعتر. والحم تاعنا. صح.
بسم الله نبداو نبداو كما العاده. شعل الفورم تاعك، شعلي غير هنا برك فوالا، خليه يسخن. شوفي الفيلي حاجه الاولى نقيوها، نحيوا كامل هاد الزايد. واش راح تقطعوا؟ راح نحيوا هاد الشحمه هادي برك. شتي الفيلي شحال طري؟ شوفيها المصغر تحطيه يتقطع وحدها. هذه هي اطرى حاجه كامل اللي كاينه في اللحم، ويطيب بالخف، يطيب تمتم رابيد وما يطولش كامل. شوفي نحكمه كيفاش تحبي يقطع، هذه كاري ولا كيفاش تحبي هكذا كيما كيما اه باهي بيه كيما راك دير. صحه اه واش سخنت هذيك؟ شمن ندير حاجه؟ خليها تزيد تسخن. تزيد تسخن اه، ديري شويه الزيت هاكي. صحه ديري الزيت هكذا امين، زيد شويه اه سي بون هاكدي. بالك راهو يقرا في كاش حكايه هكا عجباتو، بالك حكايه عجباتو. ايه بالك انا ما كنحكي الحكايات، كيفاش راح يقرا حكايه عجباتو؟ معنا يا ترى معليش بصح مليح واحد يتقف. لا 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 مليح واحد يتقف صح. شي معليش معليش واش ندير من بعد كي تكتشفي قولي لي برك واش دير. شوفي نحطو الفيلي تاعنا لداخل معايا وهو هكا يتقلى الفيلي تاعنا. طلي قبل الفيلي تاعنا شويه بعد حطي لي بصل. سمع تشوف خلط شويه هكذا فوالا هكذا خليه يتقلى مليح. تقلى صحه. شتي انت يا بيدي ما راكي تقلي في الفيلي، انت خليك طيبي لي شي زين نقطع لك الشامبينيون. قطع لي اه هذا راح نبريباري باسكو حزين ندير لك لي طاف الثاني. ثاني لي طاف فوالا يعطيك الصحه. بلا مزيان ندير سكري كلاص والفارينه ولافاني وحبابات. انا راح نعجن لاباتي. صح صح راح تعجنها خلاص انت سبق تعجنها وانا نخلط هذه ونزيد البصل. امينه هذاك هو شوف شوف زيدي قلي شويه ها هو وقتو نزيد البصل. ها شامبينيون مازال مازال زيدي حطيه شامبينيون. نحطو بيان سور هكذا ونغطي. شوف هكا شعل الفرن هذا مازال قلي مليح. زيد شعل الفرن هذا تاعي من هنايا. صح امين مازال ما درناش الملح والفلفل الحل مازال نديروه. صح دوك انا شوف نسحق لا كرام باتيسير، نسحق البيض الحليب والسكر والمايزينا. مايزينا صح. هنا زيدي ديري شويه، ديري شويه ملح شويه فلفل كحل. يلا انا نحب ندير هكذا الملح. ديري هكذا ديري شويه ملح شويه فلفل كحل. فوالا شويه بابريكا درتي مازال ديري شويه بابريكا. صح قلي مليح حتى يتقلى كلش مليح. امين بك في يدك عطيني على يدك عطيني ال شويه زعما بابي ندير صح ديجا هكذا والريحه اي بدات ياسر لازم حاولي كيبار. صحيت امين صح. دوك انا نسحق لهنايا باش ندير لا كريم باتيسير. مازال ما زدت والو تما مازال خليتها تعجن تعجن خلاص. شوفي نحط الحليب ونحط السكر. الحليب السكر اه واش تاني؟ نحط لا مايزينا هادي نغطي عليها هادي. فوالا خليها تقلى شويه هكذا. اسمح لي نغطي هكذا ونسحقوا حبابات.
مربى بيض. هذا وخلطات. حاجة خفيفة. خفيفة ومليحة. هكذا قال ياكل يشبع ويقول وشو فيه الكتاب. ياسر يقول لك اوفيسيال. يعني. ولا ملهوف يبيع لي. من داك من داك يبيع لي. لا لا هي ما يعاودش الهضرة ماشي مليح ديجا. فورسيه يقول لك. أنا فورسيه. صح ماشي مليح واحد يعاود الهضرة ماشي مليح. حاجة تسمعها خليها. يهب لك شوية ولا والو. لا لا هادي ما تماوش يهبل فيا. تعطيني امين هادوك نحيهم من تما باش كي نكون رايحه ما تشدليش بزاف الوقت الغسيل تاع الماء. خلاص اروح يبقى كي تولي خلطي هاد الفيلي هذا برك تاع الحم تاعنا خلطيه بيا خلط الفيلي نشفت برك هادوك ونخلط الفيلي خلي انا نعاونك باش ما تقولش شهره زاده تجي تدي الماكله برك. لا ما نقولش ما تخافيش. تاع الملح طفيو عليها امين هذه وراني نشوف فوالا خلاص لاباط عليها تعجنت شوفي نديروا لها شويه تاع طوماطيش برك شويه برك تاع طوماطيش باش تبدلنا برك لاكولا نعاودوا برك فكرني واش درت درت لا كريم فريش صح درنا لا كريم فريش درنا البابريكا درنا فلفل الكحل درنا الرن درنا زعتر ودرنا شويه ملح صح صح وتحبي تزيدي درنا ثاني تحبي تزيدي ديري شويه لاموطار كاين حبي شويه لاموطار باش تكون هذيك الحموضيه حموضيه فوالا هاي هكذا دوكا لو بلا تاعنا راه واجد فوالا راه واجد دوكا نروحو للتحليه التحليه صح دوكا غادي نغلقو له فيها كنخليوه يعقد التحليه صح شوفي هاي لك هاي واجده تاعنا هاي ليك ما تبركست ما والو هاي ليك شوفي فيها كش راهي هادي اوفيسيال راح يقاطع عليك من الهوف في الطريق نزيدو بصح شوفي نقول لك حاجه حندير انا واحد ثلاث حبات ولا اه جوج حبات نعطيك حبه ليك وحبه نديها لما تحبي انت اللي معك أه؟ وحبه نعطيك ديها معك للقصر يلا خلص السلطان مش معي خلاص علاش هيا خلاص دوك لاباط تاعنا راهي واجده هاي واجده هاي لك لاباط تاعنا اها شوف دوك انا نديرها في المول اه نديرها في المول نديرها طيب اه توجد شوفي لا كريم باتيسير تاعي هاي لك لا كريم باتيسير بلا بوش وشبعها بالفراس بلي فراس هي صح كامل في لاباط ولا كريم باتيسير اه بعد نحطوها غير طيب في الفول وديكوريها كيما تحبي انت خلاص نلقى عندك كاش كتاب عندي اه روحي للصالون اه شي فوتي لما فتقعدي فيه اه على لاكوش تاعك لقيت ما بيه ياك خلاص نقراه لو طون تجي نتايا لقيت ما كتابات خير كتاب لي عجبك اتطلع في البلا ها هي خلاص هي امي علي. صحيت صح مزيان والله غير عنده الحق السلطان قريت شويه تقفت شتي واش قلت لك قلت لك بلي الكتاب تبوكيني اوما خمس دقائق في النهار عشر دقائق في النهار ما يدي لك والو من وقتك اما لا هذا خبيه المره الجايه نزيد نكمل على بالك هايل خلاص شوفي نخبيه لك عندي خطره جايه كي نجي انا بدماغي قريب نكمل نخليك تروحي تجي خلاص وانا هذاك هو لازم نروح امين غطي لي برك الماكله باش ما تبردش ونروح الله يسهل هيا صح امين تبقى على خير صحي الله يسهل صح مولاي اعطيني شد لك الكتاب وانت كل بغرضك ما تخافيش راني ناكل بيض ونشد بيض ايه خذ راحتك انا خفت بك توسخو بالزيت معونا تجي فيني ولا كيفاش اني ها عندي وحده واخرى ورا تسمع ولا سميت الحمد لله بصحتك مولاي قول لي الكتاب على واش يهضر وليتي جايحة الكتاب يهضر الكتاب يهضر ايه ولينا جايحين معليش مانيش نقول لك الكتاب يهضر قلت لك الكتاب على واش يهضر شو الموضوع ديالو انت اللي حبيتي يا حبيت عارفي هذا الكتاب على واش يهضر ايه كيفاش تتخلص من سيبتك في ثلاث ايام
من هو فرحت؟ راحت مولاي راحت. درتها لها بالعاني ما يسكتوش هادوما راح قلقتني. بين استعرض بيك هارب جن عفريت كراك مولاي كراك. حط ورد اجبد وخرج مولاي. يا اخي قلت لي شبعت يا ما فينا كذا بربع يدين ما نشبعش. بيد وحده كنت سوفري كنت صابر بك بيد وحده نشبع انايا. وش عايزها؟